Olha que lindo. Uma florzinha. يو واش الاصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد من اقشور. جيت اليوم لهنا مع الصديقه ديالي اماندا. جات عندي من البرازيل وتسركنا في شفشاون. اليوم طلعنا لاقشور، بغات تشوف داكشي ديال الشلال وكذا. ايوا حنا طالعين في الجبل نوريو الشلال، واخا انا اول مره غادي نجي لاقشور، ولكن حنا جايين هنا باش نكسبلوريو. المهم نعطيكم معلومات عامة باش اللي بغا يجي هنا لأقشور يعرف كيفاش، واخا راه كنظن واقع الأغلبية فيه تليج لأقشور ولكن ما نعرف. المهم ركبنا من شفشاون، ركبنا بخمسة وعشرين درهم من شفشاون لأقشور في الطاكسي. وبالنسبة لينا حنايا شادين واحد لوطيل في شفشاون تقريبا 47 درهم، اللي كيتعتبر ارخص اوتيل كاين في شفشاون اللي غادي نوريه لكم دابا. تقريبا فيه كل شيء. شدينا حنايا روم اللي فيها تقريبا 4 ديال الناموسيات، وتقريبا حنا جالسين فيها دابا راسنا. كاين شي واحد اللي ديرونجي هنا، كاين فيها ديك الشومبر، كاين فيها تواليت، فيها الدوش، ولكن الشومبر ديالنا فيها الدوش بارد، دونك ملي كنبغيو ندوشو خاصنا نطلعو الفوق. ولكن عموما راكم عارفين الشومبر ديال 47 درهم لواحد كيفاش دايره. حنا مكنشرطوش ليسونسيير هو يكون داكشي رخيص، وحتى بالنسبة للدرية اللي معايا ما ماشي من داك النوع اللي كتبغي داكشي غالي وكدا وهادي، جاي بالعكس قالتلك كيعجبها الرخا. وكما كتعرفو البرازيليات معندوش ديك القضية ديال تخلص عليهم وكدا، كل كتخلص على انا كخلص على راسي كتخلص على راسي. That's it. خليكم مع هذا المنظر الجميل. Você pode para mais? Para? تدري يا راه كترين يا خافو شلال. المهم دابا غادي نطلعو، غادي نحاولو نشوفو الشلال، نشوفو المناظر الزوينة هنايا، ومن بعد واقيلا غادي ناخدو شي طاجي من المرجو، شي كاس ديال الليمون باش نرتاحو وكدا، ومن بعد غادي نرجعو لشفشاون. بالنسبة لشفشاون معرفتش غندير ليكم شي فيديو تمنا ولا لا، حيت شفشاون راه معروفة ما فيها اللي يتصور. ولكن نقدر ندير ليكم شي فلوغ تماك ولا شي فيديو تما مع الصديقة. مشينا لديك الطريق الاولى. المهم مشينا ديريكت، وصلنا لواحد الجسر كاين تماك في اقشور، وكاين تماك الماء وداك الشيء، حيت كنا شفنا في التصاور بلي كاين واحد الشلال، ولكن ملي وصلنا تماك لقينا الطريق اللي كتدي من الشلال حتى من الجسر حتى الشلال مسدوده، واقيلا طايحه شي حجره تماك ولا كدا. دونك كاين واحد السيد تما سولتو قال لي بلي خاصك ترجع حتى للبلاصه فين كنا في الاول، فين كاين القهاوي والبليص، فين كاين الماكله، ومن تماك بلا كاينه شي طريق اخرى كدور معاها باش كتوصل لهداك الشلال اللي كاين تما. دونك حنا دابا غادي نرجعو باش نعاودو نشدو الطريق الاخرى ونمشيو نشوفو هداك الشلال. كيما كتشوفو ما عادش غيبان ليكم من هنا، كاين هداك الجسر تماك، وهاديك هي الطريق اللي كتدي للشلال. هاديك الطريق تسدات، دونك خصنا نرجعو حتى للبلاصه الاخرى باش ندورو عليها. هادي معلومة بالنسبة للناس اللي باغيين يجيو هنا لأقشور، باش اللي باغي يجي يشوف الجسر والشلال
ماشي مشكل، ولكن اللي جاي باغي يعرق على قبل الشلال من الاحسن يدور من الجهه الاخرى، يعني ما يجيش حتى الجسر عاد باش يرجع. فهمتوني الاصدقاء؟ وحنا مازال دابا راجعين من هنا الجبل اماندا يستاكي. Cuidado, eles roubam as coisas. أصدقائي اليوم النهار الثاني ديالنا في مع الصديقة ديالي اللي جات عندي من البرازيل، حنا مركينين في شفشاون جالسين كنضربو في الليمون. المهم تسركلنا مزيان وتسركلتها متخمش تهليت فيها وكدا، ودابا قالت لي بغات تهضر ليكم على شفشاون وكيفاش بانت ليها شفشاون والإكسبيريونس ديالها وكدا. وخليو لها دي كومونتير بالعربيه باش انا نشرح لها من بعد. المهم هي راه غتشرح لكم البرتغاليه وانا غادي نشرح لكم، ما بغيتش ندير لكم تراديكسيون في التحت حيت كتاخذ ليا الوقت وصعيبه، وعندي مشكله لابليكاسيون اللي كنخدم بها ما كتكتبش العربيه، دونك خاصني واحد التخربيقه باش يلا هكذا. المهم ما علينا، هي غتكمل لكم الهضره وانتم تستناوني باش نشرح لكم شنو قالت لكم. Eu estou deslumbrada com essa cidade, achei muito linda. Quanto à alimentação, comida, falar um pouco da comida, gostei muito, muito parecida com o tempero da comida brasileira. Um preço muito acessível, muito barato. A cidade muito bonita, as pessoas muito acolhedoras e também muito respeitosas. Estou realmente deslumbrada, apaixonada, e é uma cidade que a gente anda tranquilamente. A gente sempre está escutando o som da natureza, as quedas de água, muita fruta, muita cor, muita variedade de coisas para você poder desfrutar, para você poder fazer, para você poder comer, para você poder comprar. Estou realmente encantada com tudo que estou vivendo aqui. قلت لكم الاصدقاء بالله عجبها هنايا الماكله ديال المغرب، وقلت لكم بالله الاثمنه هنايا رخاص وعجبها بزاف المدينه هنايا حيت ترونكيل، الناس هنايا كيمشيو بشويه كيهضروا بشويه. قلت لك هنايا عجبتها الطبيعه هنايا وعلى حسب الشلالات والماء وداك الشيء. المهم اون جينيرال قلت لك عجبها الحال في شفشاوان، وقلت لك كتفكر باش انها تجي تعيش هنايا في شفشاوان وكذا. Tudo isso? Você quer vai aqui no futuro por viver aqui? O meu futuro acho que é o Brasil, mas aqui hoje? Eu voltaria a passeio. Viver, morar, não. قلت لك تقدر تجي غير باش تعاود تفيزيتي، قلت لك ولكن باش تعيش صعيبه شويه حيت ما عندهاش اللغه وبزاف ديال الحوايج. ما سي فوسي بوجي فالا كون عربي، سي بوجي فيفير اكي؟
Viveria tranquilamente se eu fosse árabe? Sim. Tranquilamente. Acho que a cidade que eu escolheria para viver seria essa. Sim. Já estive em outras, Fez, Marrakech, mas essa com certeza seria a que eu moraria nas Sim. opções das quais eu fui. ممكن الناس يجلس النقاط في حيث اللغة صعيبة شوية باش الناس انجاجة بابنا لما كتابت مهم الشي اللي كينا الأصدقاء أنا ما صورش لكم بزاف وكذا شنو درنا وكذا حيث بغيت ناخد وقتي معها وبغيت نورى البليس هنايا وباش عرف كذا وتستمتع بالوقت ديالا حيث جوج عندنا ضيفة ضروري خاصنا نكرموها كيفما كتعرفوا من هنا القدام غادي يكونوا فلوغات معرفش غنرجع للبرازيل ولا ما غنرجعش حيث كيني في بالي مهم مورا رمضان ضروري غادي نخرج من المغرب ولكن واش غنرجع للبرازيل ولا غنمشي لشي بلاصه اخرى ما عرفتش المهم ضروري غادي نخرج من المغرب وضروري غنعاود نصور لكم نتوما راك عارفك دي زيكسبيريونس اللي كندوز اغلبيه انايا كنبغي ايكونوميزي الفلوس ما كنبغيش نخسر بزاف وهادشي كامل غنبارطاجيه معكم باش نتوما تستافدوا وتعرفوا معايا بزاف ديال الحوايج المهم الاصدقاء كيف العاده ما تنساوش اللايك سبسكرايب تعرف التفاعل راه نقص شويه هاد الايامات فاش رجعت للمغرب وعادي يعني باقين عندي غير الدراري اللي قراب ليا بزاف هما اللي باقين عندي في كيتفاعلوا في لاشين وراه كنشوفكم كاملين وعاقل عليكم كاملين ان شاء الله ملي غطلع لاشين وغنوليو عندنا ناس كثار ما غنساكمش الاصدقاء هادشي اللي كاين تشاو تشاو نشوفكم في